بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله من مدارس السابلة، مادة التربية الإسلامية للصف العاشر، والدرس الأخير في المادة المقررة للامتحان النهائي. هذا الدرس هو الدرس الأخير للمادة المقررة في الامتحان النهائي، وعنوانه الثبات في حياة المسلم. بداية، عندما نقول عن شخص معين ثابت على رأيه، أي أنه مستقر عليه، تمام؟ ثابت على رأيه أي يعني أنه مستقر عليه. واحد عرضت أمامه مسألة معينة، موضوع معين، أعطاك رأيه في الموضوع. ليش أعطاك رأيه في الموضوع؟ حكى لك أنا ثابت على رأيي ولا بغيره. ليه؟ لأنه هو قد يكون درس هذا الموضوع، قد يكون رأى منه حقائق أكثر منك. فلما نقول ثبت على أمر معين، أي يعني أكد عليه، أكد على رأي معين. هنا بنستخلص المصطلح اللي وارد في العنوان، وهو الثبات في حياة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل سأله قال: يا رسول الله، مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني أعطيني شيء بالإسلام خلص، هو يكون الأساس الذي لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. قل آمنت بالله فاستقم. كانت دلالة الاستقامة في هذا الحديث هو الثبات. فالثبات المقصود منه بالصفة الإسلامية هو دوام الاستقامة على التزام شرع الله سبحانه وتعالى، أن يستمر الإنسان بالالتزام على شرع الله سبحانه وتعالى. عندما، ما الذي يجعل المسلم ثابت على دينه؟ أول شيء، عندما وصفنا الإسلام، لما أخذنا بدروس التصور، لما وصفنا الإسلام النظرة لله، وصفنا الإسلام النظرة للكون، وصفنا الإسلام النظرة للإنسان، وكذلك للحياة. عندما وضحنا الإسلام هذه الصور الجمعاء عن البيئة اللي بنعيشها، أصبح عند المسلم مصطلح، تشكل عند المسلم مصطلح هو الثبات. فالثبات يولد عند المسلم الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه القاعدة اللي رسم عليها هذا المنهج واضحة بالنسبة لي. الإسلام صور لي كل شيء أنا بعيش فيه محيطه، لذلك أصبحت لدي سمة الثبات على شرع الله سبحانه وتعالى، لأني رأيت في هذا الشرع أساس النجاح في الحياة. المسلم يستطيع بثباته مواجهة جميع التحديات والصعوبات التي تحترض مسيرته. نعطي مثال على الذي لديه إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، اللي بيؤمن أن الموت والحياة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تؤثر فيه الصعوبات. نجد كثير من الناس تصيبها العديد من المصائب في وقت واحد، لكنها تبقى صامدة، لأنها تعلم علم اليقين بأن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فالفائدة من الثبات والأهمية الثبات تظهر في مواجهة التحديات والصعوبات. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآن، ما هو دور الإخلاص في الثبات؟ علاقة الإخلاص وعلاقة الثبات هي علاقة وثيقة ومرتبطة ارتباط فيما بعضها. لماذا؟ لأنه من أبرز دواعي الثبات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعطيها بلغتنا المعتادة. الآن، عندما يقدم المسلم عمل ويستمر فيه، واحد يقدم صدقات لجهة معينة، لعائلة معينة، أساس هذا العمل الذي يقوم به مش الاستمرار بس، أساس هذا العمل أن يخلص الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الإخلاص، أي زاد صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى، زاد ثباته. هو يعلم بأن هذا الأمر موجه لله، خالص لله تعالى، إذن يستمر على فعل هذا الشيء، تمام؟ فالعلاقة بين الإخلاص وبين الثبات نقول علاقة طردية. كلما زاد صدق الإنسان، كلما زاد إخلاص الإنسان، زاد ثباته. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من نماذج الثبات في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول نموذج ثبات سيدنا نوح عليه السلام. طبعا سيدنا نوح أحد الأنبياء
الذين تصفي بأولي العزم. أولي العزم من الرسل كم واحد؟ المعلومة الإثرائية هاي مطلوبة. أولي العزم من الرسل 5: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نوح هو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم يعني الصابرين من الأنبياء، أشد الأنبياء صبرا. فبات سيدنا نوح عليه السلام في دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح من الأنبياء الذي ضاقوا أشد الصبر بالنسبة لدعوة أقوامه. فمكث سيدنا نوح عليه عليه السلام يدعو قومه 950 عام، لكنهم لم يؤمنوا به إلا الفئة القليلة اللي بنعرف قصة المشهورة اللي ركبوا معه في السفينة. فكان من أقوى نماذج الثبات سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. من جهة أخرى، المثال الثاني، ثبات سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا سيدنا إبراهيم أباه. شوف يعني أول ما دعا، دعا أباه ودعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ماذا قالوا له؟ لا نترك ما وجدنا آباءنا لها عابدون. فقام بالقصة الشهيرة أنه قام بتكسير الأصنام يوم عيدهم، وقال أن الذي كسر هذه الأصنام هو كبيرهم. اكتشف قوم إبراهيم أن إبراهيم هو الذي قام بهذا الفعل، فاتفقوا على أن يحرقوه في نار عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه من هذه النار بقوله أيضا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالرغم من كل تداعيات قومه له، بالرغم من كل العذاب الذي ذاقه من قومه، حتى أباه، يعني قرب الدم يكون عادة أشد، أباه أقرب الناس إليه، رفض دعوته، ومع ذلك بقي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشفقا على قومه وداعيا له. فهذا كان نموذج آخر من الثبات. النموذج الحبيبي أن نعرفه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما اشتد أذى المشركين له في مكة لجأ إلى أين؟ إلى الطائف. ذهب يدعو أهلها حتى يحموه، لكنهم أيضا بالمقابل أساءوا إليه وحرضوا صبيانهم حتى يرموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشوك والحجارة، وحتى نزلت الدماء من قدمه الشريفتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت ردة فعله؟ بقي صابرا ومحتسبا ما يحدث له لله سبحانه وتعالى، ويدعوهم ويرشدهم إلى الطريق. أثر الثبات في حياة المسلم. الثبات على الدين هو أهم صفات المؤمنين الصادقين. وحكينا هناك علاقة وثيقة ما بين الإخلاص وما بين الثبات، فكلما زاد الإخلاص زاد ثبات المؤمن، لذا كان من أهم صفات المؤمنين الصادقين. المسلم عندما يثبت على دينه ويتمسك به له عدة آثار. أول أثر: ينال رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. 2: يشعر بالراحة والطمأنينة في داخله. 3: يعتز بدينه فلا يبيع آخرته بدنيا، ويتمسك بقيمه ومبادئه ويفوز بالأجر يوم القيامة. ما الأمور التي تعين المسلم على الثبات في حياته؟ شخص يعلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما هي الأمور التي تعينه على أن يبقى يسير على منهج الله سبحانه وتعالى؟ أهم هذه الأمور زيادة إيمانه بالله، كلما زاد الإيمان زاد الثبات. النقطة الثانية: استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى. وكثير ما تناولنا داخل الحصة الصفية موضوع رقابة الله سبحانه وتعالى للعبد، وحكينا أنه يجب أن تكون أساس حياة المسلم الرقابة. كل شيء أنا بقوم فيه في حياتي خوفا من الله سبحانه وتعالى وحياء منه بأنه يراني. النقطة الثالثة: اتخاذ الصحبة الصالحة. دائما الصحبة الصالحة هي التي تساعد المسلم على أن يبقى على الطريق الصحيح. رابعا: التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا آخر درس في الموضوع. نحفظ أولو العزم من الرسل، دلالات الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. أسأل الله لكم التوفيق في الامتحان النهائي، وأي سؤال أو أي استفسار في المادة نحن جاهزين. معلمتكم وعد خطاطبة.